شايفين دي اهي فيها جدوره اهي، تمام. هعمل ايه بايدي؟ هفتح كده حته صغيره، ممكن اقصر الحته دي كمان عشان ايه تنفع تبقى مش واضحه. ساعد بصوا هقصر الحته زياده دي. اوكي شايفين الحته دي، هحطها تنام بالعرض كده تحت كده اهي. اوكي وهنزل عليها بالتربه. التربه دي قبل كده طبعا مسقيه، احنا اتفقنا ان احنا مش بنسقي نغرق التربه قوي علشان احنا مش عايزينها يعني ايه الحاجه تعفن، خلي بالكم لان الحاجات دي كلها دي برده هي ورقه طالع لها. بصوا جدر من على الجنب ازاي اهي، بحطها برده وهنزل عليها بحيث ان الورقه بس هي اللي طالعه. انا محتاجه ان كل الجزء بتاع الستم او كل الجزء بتاع الزرعه اللي هو ده، انا محتاجه من تحت تضرب جذور ومن فوق تكمل تطلع ورق. فلما تفنها كلها تحت هتبتدي تطلع الجذور، ومن حضن هنا الورقه هتبتدي تطلع ساق واوراق تانيه. اوكي انا ممكن اقصر دي شويه، في ناس بيحطوها واقفه يعني ايه بيحطوهم كده ما فيش مشكله يعني. بصوا تعالوا اهو نحطها مع بعض برده، بس انا عايزه اجيب لكم حته باينه الورق في اي حته كده اهي. بصوا هفتح كده وهوقفها اهي، واقفه اهي واقفل عليها. المهم ان انا احطها كلها في التربه، عشان كده انا شايله من قدام ومن ورا كتير. طيب الجدر الطرفي ده انا هحطه في ميه يجدر، يعني جدر طرفي استم طرفي او الجزء اللي هو القمه الناميه. كل مره بقولها غلط بس المره دي هقولها صح، القمه الناميه دي هحطها في ميه بحيث ان هي تجدر ايه من هنا. طيب